كيفاش نبداو فيديو يوتيوب؟ سينا باش نبدا. المهم بديش بالعياط بعد تو نبداو في حاجه جديده من غير اكل العياط نتاعك هكا شويه قبل كنا نبداو هكا عرفتك عسلي عسلي مرحبا نعم باش تو كبرنا عسلي يا جماعه لا باسو بوا لا هكا شنو هكا كوبي ولا ما عادش احنا اخر فيديو هبط في الشلالية بالضبط وقتاش تركيا ماشي لولا بتاع تركيا وي عنده أبش تكتب الدات خطر ما استحضرش أكثر من عام أكثر من عام ونص أكثر من عام ونص معناها شين توا حسابي مش تلقاها مدمرة كليا استفير الخير هذاك علاش احنا نوينا بعد عام ونص نرجعوا ما نوينيش باللول بعد عام ونص باش نرجعوا لا نوينا بعد تعدى عام ونص دونك قررنا نرجعوا تبدلت برشا حاجاتنا برشا اللي تبعوا فينا في الانستغرام وفي التيك توك يعرفوا شنو تبدل لما اللي تبعوا فينا كيف في يوتيوب ما يعرفوش احنا برشا احداث حرفيا عبيت جدد معناها توا ليه وزنا كيما احنا توفر هذاك علاش اول حاجه ساعه باش سيبورتيونا باش نرجعوا نهبطوا اسبوعيا فرحانين زاد باش نهبطوا اسبوعيا وجسبر قاعدين تشوفوا في الفرق في الكاليتي ديماج علما انه انا زيد ما جبتش الضوء فهمتي فين الضوء في ضوء ربي حتى ضوء ربي معناها وقت تيح ضوء ربي وقت تيح ضوء على الفيديو اما ان شاء الله تحسوا بفرق في الصون وفرق في الايماج بارابور على قبل شوفوا قبل كيفاش كنا وشوفوا توا كيفاش ولينا هكا رجعنا شويه تطور اهم سؤال شبينا عنا عام ونص ما هبطناش على يوتيوب اول سبب انه احنا وقت قسينا علاش قسينا احنا وقتها اول ما قسينا ما عادش نهبطوا قلت سلفيين انت معايا خاطر ما قسيناش خاطر بعدنا 3 شهور على بعضنا لا قسينا لا احنا قسينا قبل خاطر قلقنا ومش عاطينا برجولير يوتيوب ويعمل فيهم معانا من الاخر هذايا كومون صور انتم توا باش تفهموا مرتي كي تحب تحكي لك حكايه تنجم تكون على 4 سنوات تلخص لك في جملتين وجملتين مش مفهومين زادة وانتي ديفلوبيهم وحدك بعدها جهاد واني بعدنا على بعضنا 3 شهور كل واحد في دولة بربي لحظة فتقتها لحكي لا القصة بدأت كانوا احنا ديجا وصلنا وقتها 120 الف ابوني على يوتيوب خذينا التروفيه فرحنا به وكل شيء وقتها اون باراليل بدينا نخدموا على تيك توك وعلى انستغرام والكونت بتاعنا بداوا يطلعوا خاصة على تيك توك وقتها وصلنا 100 الف على تيك توك كنا نهبطوا في نفس المحتوى على يوتيوب ونهبطوا في نفس المحتوى هو بيدو الفيديو على تيك توك ولكن التو دونجاجمون بتاع تيك توك والتفاعل اللي لقاه في تيك توك كبير برشا ونحسوا الى يوتيوب ما يعطيناش في القيمه نتاع الخدمه نتاعنا وما يعطيناش معناها في الثمن على مستوى المشاهدات واللونجاجمون والتعب اللي قاعدين نبذلوا فيه نحسوا فيه يتعب اكثر من حاجه ويصعبها عليك في الكوبي رايت ويصعبها عليك في الموسيقى ويصعبها عليك في 5000 حاجه من حاجه ف بلغتنا العاميه بخينا منه اليوتيوب معناها تحس في روحي انا نعمل فيه مجهود كبير ومانيش لاقي صدى نتاع المجهود فهمت كيفاه فاتجهنا وقتها تو ديريكتومون الى تيك توك اللي اليوم بالمناسبه وصلنا نحو 650 الف دونك الملخص نتاع الحكايه انه احنا نقارو احنا نتعبوا اكثر على فيديوهات اليوتيوب من بعد ما نلقاوش تفاعل كبير دونك سلينا منه روحنا سي واللي رجعنا توا هو الوحش ماناش طمعين في حد شيء ماناش طمع في حد شيء ولا انجاجمون ولا حد شيء بس حبينا نرجعوا لروحنا نعملوا جو وكان وخاطر انتم طلبتوا برشا معناها ارجعوا على يوتيوب ارجعوا على يوتيوب ارجعوا على يوتيوب باهي هذا اللي صار معناها كيما نقولوا تقريبا عام ونص التالي ما كانش عندي نية انه نبعدوا على يوتيوب كريم وقلنا لعل قصة صغيرة قطعة صغيرة وبعد باش نرجعوا كل اللي صار بعدها كونه جات حكاية ماشياني انا لدبي للامارات اللي هي كانت معناها نقلة نوعية في حياتنا بريف اللي صار وقتها كل حبيت نمشي للامارات كأستاذ موسيقى وما سهلش ربي كل لأسباب انا نجالها فوالا فقررت انه معناها ربي يكتب لك حاجة يكتبها لك بشتى الطرق وبشتى الوسائل والحمد لله معناها جاتني طريقة أخرى يعني جيت بها لدبي وخدمت في خدمة أخرى تماما بعيدة على قرايتي وبعيدة على التعليمي معناها تهم السوشيال ميديا والفيديو ميكينج والجو هذاك الكل ووقتها معناها سكنت بريود صعيبة على الأخر على خط قعدت تقريبا 3.5 شهور من غير أماني حتى لين ركع أوراقي حتى لين خلطت عليا هي قعدت نقرأ زيدا كأوبلوس هي قعدت تقرأ مش تخلي قرايتها وتجي كان يلزمني نركع هنا برشا حاجات قبل ما تجي هي التجربة ما كانتش سهلة وسط هذا كله معناها كان علينا أنه نركح حياتنا
وابريتو معناها قلنا انتوا ما كنتوش هربين عليه. واصلا في وسط اللي تعدينا بيه والحاجات اللي صاروا الكل ما كانش عندنا حتى وقت ان نقعدوا نصوروا هكا ولا لا استاذ كل الفوديغ اللي احنا معناها قبل ما بنجي انا لهوني صورنا برشا حاجات وخبيناهم وحطيناهم على تيك توك. الحياة كما من بلاد لبلاد ما هيش بالسهولة اللي تخيلوها الناس. حي بلو احد فسخ حياته ويعاود بلوله جديد. هو فسخنا حياتنا ايه والله الحياة دعم كل هنا مبدلين. بعدها انا حسابيا الوقت اللي خرجت من تونس كانت عنا دارنا وكانت عندي كرابتي ومرتي وكانت عندي خدمتي وكانت عندي اصدقائي الروبير بتاعي كل موجودين. ولكن لانني فنان حس روحه معناها مش مرتاح في بلاده للأسف الشديد معناها بكل حسرة وأسان أقولها نحبها تونس أكثر من عناير. أما اللي صار فينا في الكورونا الناس الكل تتفكروه كموسيقي وبرشا عوامل أخرى خلتني معناها أنا الإنسان اللي يعرفوني من قبل عمري في حياتي ما كنت نتخيل روحي نخرج من تونس. فمع بالي تفرجوا فينا دوا أكيد يعرفوني أصحابي ولا عيلتي ولا كوكس سوا. ما كنتش عندي ربع فكرة إني نخرج من تونس. نقول علاش أنا عندي عيشتي هنا جوي باهي ترامبيل موزيفتي خدمتي فلوسي كرهبتي ده كمان كانت عندي دينا هي كانت عندها الأخير قعدت نظرنا عليه دينا هي قعدت نظرنا عليه والوضع نشوف فيه راهو عام وشهرين التالي توا مانيش فاهم شنو الوضعية بالضبط الحقيقة. إن شاء الله تكون ما خيبتش أكثر شوية من اللي هي فيه إن شاء الله تتحسن إن شاء الله. اللي صار كانوا نلقى روحي هنا في دبي وفرحانة على الاخر هنا في دبي وبلاد محلاها على الاخر على الاخر على الاخر ونشكرها اللي هي احتضنتنا زاد وبدينا نقفروا احنا زاد شوي شوي بدينا رجعوا في الحياه. اي بدينا نرجعوا في الربا بتاعنا معناها الحمد لله نخدموا على احنا الموسيقى خذيتها في كما كنت نعملها قبل مش في القطاع العمومي او في القطاع الخاص يعني الامور كيما نقولوا بدات تركح شويه شويه شويه. حاسين الهدف بتاعنا انه باش نرجعوا بمحتوى مختلف شويه على اللي كنا نعملوا فيه. علاش؟ على خاطر اولاد ما عادش معاش حبوا نعمل برانكيت حاجه باش ما تلقوش برجلك ابار ما لي ياسر قاعدين نتفرجوا في برشا مزال قاعدين يعملوا مع كي كاين متفرجه ماهيش حاجه عجبتني دونك ما عادش نحب نعملها. وكبرنا شويه ظل على بداية ما كبرتش كنا شوية على بدي نحبوا حاجات محلية ومعنا أفكار جديدة نحبوا نصور لكم بلايس نمشي وينها كلامها صحيح بالحق فما برشا بلايس هنا نجموا معناها باش تمشي في فلوج أكثر منها في ونجموا معناها نعلو حاجات بليدة نجموا نعلو بزيكسبيريونس نجموا نحلوا كيما اليوم نقعدوا نحكيوا معاكم في حكايات لا هذه مش حكاية هذه لا تو حكينا اللي صار لنا معناها سبب تصور لحظة تصور أنت عندك عام ونص ما هبطش ايا عسلامة مرحبا بيكم في فيديو شنو صار لنا ماناش من نهار نقعد وقعدة ليه باش نحكي حكايته كهو اي عادي معايا تقول انت سلاكي تقنا ما عنيش بديون سلاكي هكا ما خلاش اسرح من هكا سلاكي معناها هي جاي تسلك يا ناصر اللي سلك والله جايين على خاطر تلما قاعدين نتفرجوا الليمات هذيا توحشنا ان نرجع نهبطوا يوتيوب وكها وهذا اكثر سبب اني بالنسبه لي هذا اكثر سبب شوف والله العظيم انا هذه تعرف ينطبق عليها كلمه انا توا نكر المعروف قل لي علاش على خاطر اليوتيوب طيح لنا الفيوز وانا قبل ماني كنت نعمل في فيديوهات موسيقى قبل وبعد خلط عليا ماني وصلنا للفيريفيكاسيون وصلنا للتروفي وصلنا ل 120000 اي افيك سا اون بو با كومباري اللي عشناه في اليوتيوب اللي عشناه في تيك توك. معناها احنا كي نخرجوا حتى في الشارع في تونس لما تعرفنا برشا ولات مش من اليوتيوب احنا ولا يقولون انتوا نتاع التيك توك اي افيك سا دورنا 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 ورجعنا لليوتيوب فيعيشكم بربي راهو اللايك في الفيديو هذا بالذات يفرق برشا على خاطر الالغوريتم كما قلنا راهو تبدل نسينا هو اصلا ما يعرفناش شنو نسينا معناها حطونا لايك اتمنى كومنتير نعرفش اكتبوا اي كومنتير قولوا لنا شنو تحبوا تشوفوا في الفيديوهات الجايين اكتبوا تحبوكم حطوا قلب المفيد حطوا كومنتير باش يراني طبعا اعطونا افكار كان عندكم افكار جديده زاد خلينا دونك اللي نجموا ناكدوه اللي احنا باش نعملوا بوكو ديكسبيريونس نعملوا برشا فيديوهات حلوين باش نخرجوا نوريكم برشا بلايص لهنا باش نسافروا لبرشا خاطر السفر لهنا اسهل على فكره الحقيقه اسهل برشا. شنو رايكم الفيديو الجاي ان شاء الله باش نعملوا بكم دوره هي دارنا مع ديجا وفات هكا دارنا ديجا اسئله فهمتي به لا هو هذوك مديار صغار معناها فهمت فما ديار كبار اما انا نقترح انه مثلا هذوك هو موجودين ليلي موجودين كبار شنو كريم ثلاثة ليلة توا في الشهر احنا كريم اس بلس ا بون حكه بلس ا حكه هكا
3 ملايين توانسه في الشهر تقدر ما غير شارج تشكيله. شنو رايكم انه الفيديو تاع جمعه جايب باش نخرج نعلو بكم دوره في حومتنا خاطر انا نسمو في كومباوند في برشا حالات ما تشاف باش نحاولوا نعيشوكم جو رمضان لهنا باش نحاولوا نهزوكم لبرشا بلايص حلوين. اعذرونا على عام ونص من الغياب ان شاء الله الجاي خير ان شاء الله الجاي في حاجات خير زيد اكيد اكيد وان شاء الله ربي يعطينا القوه ويعطينا لونجاجمون باش باش نقعد نكمل والله عيني نحب نهبط بحظ والله معناها انت تطنفو ليه حاجه تفرحني ما حتى كما فماش اوكي نهبطوا بالكيف بالجو باش تعرف علاش الحاجه اللي خلتني نحب نرجع نصور خاطر تو كي نقعدوا قاعدين ونحلوا نتفرجوا ساعات في فيديوهاتنا ياسر حاجه محليه مخلين برشا ذكريات محليه ونحب حتى تو نخلي ذكريات محليه باش بعد عام عامين نتفرجوا كل شهر حاجات محليه مع الاخر. انا بالنسبه لي اخويا عنا عباد هذا فبها هي بالنسبه لي انا فما عباد في وقت من الاوقات حتى لنا ابوني وفي وقت من الاوقات خاصه البريود اللي احنا كنا فيها ديزون 95000 100000 110000 ابوني كان عندنا انجاجمون مزيان على الاخر والفيديو كي يهبط يمشي وانتراكسيون والدنيا وكل شيء وكيما عملناها مره نرى نجمو نعملوها مره اخرى ان شاء الله ونحبكم برشا برشا وتوحشناكم برشا برشا سبيسيفيكمون لجماعة اليوتيوب الاخرين انستغرام وتيك توك شوف هيك جونا باهي ومغنيش ونحب عليك ما نسينا شيء مازالش فماش حاجة أخرى باش نحكيو مش فصلون أهم الأحداث عايزين نوديو تايم باهي دونك بربي ما تنساوش حاولوا تعملوا تمشيوا لك الكلوش طفيوه هذا عرفتوا طفيوه وتحاولوا تعملوا اكتيفي باش كي نهبطوا فيديو اخرين يجيوكم حطوا لنا لايك حطوا لنا قلوب بارتاجيو الفيديو بعثوا لاصحابكم كلهم راهو جماعه رجعوا باش نعملوا قصار جهدنا باش نوريكم حاجات حلوين باش نعملوا قصار جهدنا باش نكونوا في المستوى جو موا كيما عرفتونا ان شاء الله يا ربي وعيشكم كل الحب منا اليكم الفيديو ديما باش يكونوا نهار لحد في العشيه مخر نعرفوا لحد هو ديما كوبي ياك ولا قصروا بينا ريزون قصروا بينا اوكي متفاهمين ف دونت فورجيت تو سبسكرايب هكا ولا وكل لايك الجميل كومنتير جميل نحبكم برشا برشا نتلاقاو لحد باي.